قبل بذات أيام كنت شريت هذا الميكروفون صنفيل ودرت لكم ستوري في الانستغرام، قلت لكم إذا حابين نديروا مسابقة واللي يربح نقدموا له هدية، و85 شخص منكم يعني أكثر من 90% من اللي صوتوا على ديك ستوري قالوا نعم. لهذا في آخر هذا الفيديو راح نقول لكم كيفاش تقدروا تربحوا هذا الميكروفون، لكن قبل خلونا نفوتوا نديروا له مراجعة مع بعض. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله كامل تكونوا بالف خير، معكم سيف الله رابطي ومرحبا بكم في فيديو جديد. خلونا نبدا بالمراجعه تاعنا باول حاجه واللي هي فتح العلبه. وطبعا كي تفتحوا هذه العلبه راح تلقاو الريسيبتور يعني المستقبل اللي يجي راكب في الكاميرا تاعكم، وتلقاو ترانزميتور اللي تركبوه في الملابس تاع الشخص اللي يكون يتحدث، وايضا تلقاو هذيك العلبه في الاسفل فيها كابل الشحن. وهذه الحاجه اللي عجبتني فيه هي انه يتشحن كابل تايب سي، وانا الهاتف تاعي الشحن تاعو تايب سي والشواحن تايب سي راهي منتشره بكثره، لهذا نتوقع انه راح يسهل عليكم طريقه الشحن تاعو اكثر واكثر. هذا كل ما تلقاوه في العلبه. والان خلونا ندخلوا في المراجعه، واول حاجه خلونا نجربوا الصوت تاعو، وهنا لازم نكونيكتيوهم قبل كل شيء ونبداو بريسيبتور. نضغطوا على هذا الزر اللي راهو لهنايا في الامام، كي يتشعل هذيك الاضاءه خضراء وحمراء هنا نعرفوا بلي راهو يبحث على الترانزميتر باش يكونيكتي معاه. الان نروحوا للترانزميتور ونضغطوا على هذا الزر اللي راهو في الخلف ايضا حتى تشعل الاضاءه الخضراء كما راكم تشاهدوا، وهنايا راهم تسينكرونيزاو مع بعض. والان نروحوا نركبوا هذا الريسيبتور في الكاميرا تاعنا ونديروا تيست دو سون. وفوالا خوتي، هذا الصوت اللي راكم تسمعوا فيه الان راهو جاي من هذا الميكروفون، وباش تكونوا عارفين فقط انا في الكاميرا ما غيرت حتى اعدادات. الاوديو ليفلز راني دايرهم في الصفر، والاوديو ليميتر راني دايرو اون يعني باش ما يخليش الصوت يبيكي فوق الصفر. هذوك هما التغييرات اللي راني دايرهم. والان خلينا نجيبوا هذا المقطع لدافينشي ريزولف ونشوفوا الجوده نتاع الصوت نتاعو. وفوالا خوتي، هذا الصوت اللي راكم تسمعوا فيه كما شفتوا الصوت خرج شويه مساتوري، واش معناتها مساتوري؟ يعني خرج زايد زياده عن اللزوم وحاد بزاف. لهذا انا الان واش راح ندير؟ راني قمت بخفض لي دي بي هذوك اللي كانوا في الصفر حتى ناقص 12 دي بي. هذا نورمالمون راح يخفض الحساسيه نتاع الميكروفون للصوت وربما يعطينا نتيجه افضل. لهذا خلينا نعاودو نجربو ونشوفو. كما شفتوا الصوت خرج شويه مساتوري، واش وايضا راني عاودت جربت الان وكما شفتوا الصوت ايضا خرج شويه مساتوري، لكن نتوقع انه راح يقدم عمل مقبول طبعا لاي شخص مبتدئ ولا محتاج ميكروفون سون فيل. وكما قلت لكم اللي حب يربح هذا الميكروفون مع اللي غير يقوم ببعض الاشياء البسيطه فقط. الحاجه الاولى انه طبعا صبروا شوفوا الناحيه منا، انه طبعا يكون مشترك في حسابي على الانستغرام، لانه راني ندير بزاف لي ستوري شابين في الانستغرام خوتي، لهذا لازم ديروا لي ابوني. الحاجه الثانيه ولا الشرط الثاني باش تدخلوا للمسابقه، وهي انكم توصلوا هذا الفيديو ل 100 اعجاب قبل ما تخلص 2022، يعني مازال لكم حوالي 20 يوم باش تلحقوا هذا الفيديو ل 100 اعجاب. وفي الثانيه اللي يوصل هذا الفيديو ل 100 اعجاب راح ندير لكم ستوري في الانستغرام نعلمكم باللي وصل ل 100 اعجاب وباللي راح نختاروا الفائز في الفيديو اللي بعده. ثم بعد ذلك راح نختاروا الفائز من التعليقات. لهذا فالشرط الثالث هو انكم تكتبوا لي في التعليقات واش رايحين تديروا بهذا الميكروفون، يعني واش رايحين تستعملوه في واش من العمل، باش نعرفوا كل واحد فيكم وشنو هي طبيعه العمل تاعو واش يخدم، باش ربما نستفادوا من بعضنا ايضا. لهذا خوتي قوموا بكل هذه الامورات الان، وايضا شاركوا الفيديو مع اصحابكم باش يعاونوكم انكم تلحقوه ل 100 اعجاب باش نختار واحد منكم ويربح هذا الميكروفون بشكل مجاني. هو عليه فقط يدفع حق التوصيل. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو خوتي، وبالتوفيق للجميع. والآن إذا حابين تشاهدوا فيديوهات أكثر اللي درت فيهم مراجعات سواء الكاميرات إضاءة ستابيليزاتور وغيرهم من الأشياء الأخرى، فننصحكم أنكم تشاهدوا الفيديوهات تاع هذا السلسلة لأنه فيها كل الفيديوهات اللي تحتاجوهم. أما في هذا الجزء من الشاشة فرح يظهر لكم فيديو اليوتيوب يتوقع أنه رح يعجبكم. شكرا جزيلا على المشاهدة خوتي، تحية كبيرة لكم شخص وصل منكم من هذه النقطة من الفيديو، ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.